احتفاء باليوم العالمي للموسيقى الذي يصادف في 21 من شهر حزيران من كل عام، احتضنت قاعة بيشواب أربيل الحفل الموسيقي لأوركسترا كنار السريانية برعاية من وزارة الثقافة الكردستانية، وبحضور جمع غفير ملأ قاعة العرض من نقاد موسيقيين وكتاب ومتذوقي الموسيقى والغناء. احتفاء باليوم العالمي للموسيقى، يأتي هذا الاحتفاء من خلال أوركسترا كنارة السريانية، تعزيز لما تحمله الموسيقى من رسائل حب وجمال وتفاعل وتآخي وتآزر ما بين الشعوب. كما قلت، الموسيقى هي، أو كما هو معروف، الموسيقى هي لغة الشعوب، لا نحتاج إلى لغة، فقط الأنغام. النواة الأولى لأوركسترا كنارة بدأت عام 2019 من قبل عازفين متمرسين وهواة بدعم من منظمة إغاثة نينوى الإنسانية ومنظمات دولية أخرى. هي من الأوركسترات اللي تنشأت في وقت اللي كنا في الهجرة، وقت اللي دخل داعش إلى الموصل، طلعنا كلنا من مناطقنا، فأجينا كثير من عندنا إلى مناطق دهوك وأربيل والسليمانية، كنا عايشين هنا، عملنا دورات موسيقية لمجموعة من الشباب اللي كانوا يحبون الموسيقى. شوية شوية أوركسترا كنارة طورت هؤلاء الشباب بمجموعة من الآلات الموسيقية، منها وترية، منها نفخية، إيقاعية، بيانو، وآلات أخرى كثيرة، والغناء أيضا مثل الفوكاليس يعني. ويعتبر يوم الموسيقى العالمي مناسبة لإبراز قوة الموسيقى في نشر السعادة والإلهام والأمل عبر أنحاء العالم، ويعزز الروابط الإنسانية والشعور بالتضامن والتفاهم. انطلق الاحتفال بها اعترافا بأن الموسيقى هي جوهر الحياة وغذاء الروح بحسب مختصين. يوسف المندلاوي، زاغروز الفضائية، أربيل.